السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناة شيوة سمدوحة. اليوم ان شاء الله نحضر معكم هذه الحليوة اللي كتجي رائعة واكثر من رائعة، سهلة والاهم مقادير بسيطة. بالنسبة للمقادير عندي هنا ربع ديال الزبدة اللذة. انا كنشارك معكم اي حاجة كنخدم بها، ماشي كندير الاشهار، وانما كنبغي نشارك مع الاخوات ديالي ولا البنيات اللي كيكونوا مبتدئات. حنا كلنا عندنا بنيات، كنبغي نشارك معاهم اي حاجه. بالنسبه للزبده ممكن تستعملوا حتى الزبده ديال البواط. هنايا عندي قشور ديال البرتقاله اللي حكيت، يمكن لكم تستعملوا ديال قشور ديال الحامض او اي حاجه نتوما كتفضلوا باش تنسمو هاد الغريبه هذه، ولكن صدقوني جات رائعه وبنينه ولذيذه بالقشور ديال هاد الليمونه او البرتقاله. يمكن لكم تستعملوا كما قلت لكم فلون ديال الكراميل او كاس ديال الكوك. هاد المرحله مهمه ما تفوتنيش، راه كنهضر معكم وفي نفس الوقت ضروري نتبع الفيديو باش حتى حاجه ما تفوتني. كنتمنوا حنا ما كنبغوش نطولوا في الفيديوهات باش ما يجيش الفيديو طويل، وفي نفس الوقت كنتمنى ما تفوتني حتى شي حاجه ويكون الشرح واضح باش الاخوات يستافدوا. حنا كنا كنستافدوا من بعضياتنا، والله يوفق الجميع. بالنسبه قلت لكم تخدموا الزبده ضروري مع السنيده حتى كتنسجم. كنضيفوا لها قشور ديال البرتقاله، كنضيفوا البيض. كما كتلاحظوا معايا البيض هنا كنفقس بالوحده بالوحده باش كنعرف انه بعض المرات كيكون البيض خاسر باش ما نضيعوش المقادير الاخرى. هنا غنحتفظ ببيض، بيضه هي غنفند فيها الغريبه ديالي. ضروري تخدموا الزبده مع البيض، وملي كتضيفوا الزيت حتى هو كنخدموه مزيان حتى كيولي على شكل بوماد. هاد المراحل ضروريين باش ننجح معكم هاد الغريبه او هاد الحليوه، راه كتجي زوينه ولذيذه. يمكن لكم تحضروها لوليداتكم في عوض السقاطه، او كتحضروا لوليداتكم هادي كتنفعهم، يعني عارفين شنو دايرين حنايا في هاد الحليوه وشي حويجات اللي همايا زوينين وبنان وبساط، وكتخرج لينا واحد الكميه الحمد لله اللي تنفعنا مع وليداتنا، وحتى حنا نحضروها في المنزل ديالنا او نحضروها للضيوف ديالنا. يمكن لكم مساله ديال الاحتفال تحتفظوا بها بواحد الواطه وديروا معها واحد طريف ديال السكر حكي تصديق الرطوبه. بالنسبه للخماره عندي هنا خماره ديال من فئه 7 فئه ديال 7 غرام، والدقيق راه قلت لكم الدقيق راني درت انا كيلو ديال الفورس هنايا اللي هزات ليا هاد الغريبه او هاد الحلوه. كنبقاو تن نضيفو الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه لهاد المعلومه نقولها ونعاودها، احنا كنا مازال كنتعلموا، احنا كنستافدوا من بعضياتنا، وكنبغي نشكر جميع الاخوات ما يفوتنيش الشكر، لانه واخا نعيا نشكركم والله العظيم راه نتوما كتحفزوني، وحق الله كنقولها دائما الفيديو ديالي راه كتحفزوني. ماشي مساله الانسان ما كيحط لك واحد التعليق او شي حاجه كيجربها كيشكرك عليها، راه هاد كتخليك، هذا هو اللي كيخلينا كنزيدو نعطيو اكثر واكثر. وشكرا لكم على الاخوات كاملين اللي معايا في القناه واللي انضموا للقناه جديد، على التعاليق ديالكم، على شنو نقول لكم، والله العظيم ما لقيت ما نقول لكم، والله شكرا لكم، والله يوفقنا جميع والله يقدرنا يا ربي. بالنسبه كما قلت لكم انا ما قطعتش معكم الفيديو باش تشوفوا هذا اللحظه هذه، راه كملت هذاك الكيلو ديال الفورس كامل كيجيني هو هذاك. غادي نجمع العجين ديالي او الحلوه كما كتلاحظوا معايا جا هو هذاك داك الكيلو. كنتمنى الاخوات تجربوها وديرها لوليداتكم كما قلت لكم قبل، راه كتجي رائعه احسن من السقاطه. كنديروا شي حاجه لوليداتنا اللي عارفين كما قلت لكم قبل اشنو دايرين فيها، كتجي بنينه ولذيذه. بالنسبه غنفند انا في كاوكاو،
كونكاسي، او يمكن لكم تشريو كاوكاو هكايا كطحنوه بالقشره ديالو تيبان لكم خضر. هذا كاوكاو كونكاسي راني ما محمره ما شي حاجه، ملي غتدخل هاد الغريبه الفران راه غادي يتحمر. هادي حتى هي معلومه او نصيحه، حنا كنا مازال كنتقبلوا النصائح وكنتقبلوا كنتعلموا بعضياتنا، راه حتى واحد مازال معلم كما كنقولها دائما، راه كنا كنستافدوا. كما قلت لكم يمكن لكم تستعملوا كاوكاو خضر كتطحنوا بالقشره ديالو وكتفندوا في هذه الحليوه، او تستعملوا اللوز ايفيلي او تستعملوا كاوكاو ايفيلي، داكشي اللي عندكم في البيت. حنا ملي كنقولوا هاد الحليوه بسيطه سهله وبسيطه، ما كنبغوش نكلفوا على روسنا، ان شاء الله احسن العون كل واحد، واللي عنده يدير اللوز ايفيلي اللي ما الانسان كل واحد والجيب ديالو. ولكن حنايا مادام قلنا هاد الحليوه بسيطه والا كتبقى في البساطه ديالها، وكيبقى الانسان كيدير شي حاجه بسيطه وفي نفس الوقت لا الشكل ديالها ولا المذاق ديالها راه تجي رائعه. بالنسبه لهذا الكاوكاو كونكاسي راني خديت 10 دراهم، 10 دراهم كفاتني لهاد الكميه كامله ما شاء الله. انسان كيجيب واحد القياس اللي ما كيضيع له ما كي، الحمد لله. خاص الانسان عير ملي كيبدا يخدم هاد الحويجات كيولي عارف اشنو يجيب اشنو اللي باش ما كتضيعي، الانسان كيقتصد كيولي عارف. ربات البيوت راه ما شاء الله عليهم المغربيات، راه حادقات في كل شيء. هنا تنفند ولكن ما تنفندهاش من تحت، غير من جهه وحده كندهن كما كتلاحظوا معايا، كنحط ديك الكويره ببياض البيض وكنديرها في كنفندها، وما كنديرش جويه بجوج غير جهه وحده. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد غتجربوها وغادي تعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم كيف دائما كتعطيو تخليو لي تعاليق كتقولوا لي. والله العظيم كنفرح بزاف الاخوات اللي كيجربوا اي حاجه، ولا اللي بزاف الاخوات كنبغي نشكرهم من هذا الفيديو هذا، كيقولوا لي جربنا شي حاجه وصدقات لينا. والله هادشي كيحفزني وكيفرحني بزاف. بالنسبه لاخوات الفران ضروري هذه المرحله مهمه، كنسخنوا الفران ديالنا وكنغسل البوطه كندخلوا لاطات الفران كما قلت لكم على نار مهيله باش كيتذهب الشكل ديالو من التحت، وعاد كنشعلوا عليهم من الفوق. الا جهتوا البوطه راه كتحرق لكم الحلوه من التحت ومن الفوق ومن الداخل كتبقى خضره. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها، اكيد غادي تعجبكم كما دائما كتشكروني وكتخليوا تعاليق زوينه كتحفزني. حتى انا كنبغي نشكركم، وكلمه شكر قليله في حقكم.